بكم أجمل ترحيب مقر قيادة شرطة محافظة نينوى. قيادة شرطة محافظة نينوى خصصنا يوم في كل أسبوع للقاء بالأخوة الضباط والمنتسبين العاملين في مفاصل وزارة الداخلية في محافظة نينوى، وكذلك اللقاء بعوائل الشهداء والجرحى والأخوة المواطنين الأعزاء الكرام بالاطلاع على أحوالهم والمشاكل التي يعانون منها وإيجاد الحلول اللازمة لها وفق الضوابط والقانون. قيادة شرطة محافظة نينوى لن تدخر جهد يخدم المواطنين من أبناء المحافظة أو أبناء البلاد بصورة عامة لغرض تسهيل أمورها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في خدمة بلادنا ومحافظتنا إن شاء الله.